حياتك أسهل مع فيصل خالد. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أيامكم وليليكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حديثنا في العلاقات الإنسانية والاتصال البشري، موضوعنا عن مبدأ الإساءة. مبدأ الإساءة مبدأ شيطاني بدأ ما بين إبليس وأبونا آدم، هذا فيما يتعلق بالإنسانية والبشرية. السلوك البشري ما بين الأفراد من البشر في إطار المجموعة أي الكيان الاجتماعي العام، الطفل يعتدي ويسيء لكن دون عقل، دون إدراك، دون وعي. وحديثنا عن المسلم البالغ العاقل المكلف، فإذا كان برضو فوق هذا عالما فهذه طامة كبرى، لأن العقل يكفي لأن يجرم الاعتداء على الآخرين، الإساءة، هذا عقليا. يعني كل شخص سواء كان عالما ومتعلما أم أميا لا يقرأ ولا يكتب أو جاهلا لا يعلم شيء غير متعلم، هناك قيم أخلاقية إنسانية. ودائما النفس البشرية في الإطار الاجتماعي تميل إلى الخير، إلى التعاون، إلى البر، إلى المساندة والمساعدة والتآلف. يطرأ دخول الشر والمنازعة، وإذا تنازعوا الناس في إطار الجهل بدون علم بدون وحي بدون كتاب بدون سنة عقليا يعودون للتصالح. ليه؟ لأن الحياة في إطار المنازعات والحروب والاقتتال مدمرة، مدمرة للوجود البشري، فما بالك في إطار الأسرة، في إطار الزمالة والعلاقات الاجتماعية، في إطار الجيرة. مسألة الإساءة في حد ذاتها نبتة شيطانية كما ذكرنا، فمن يبادر بالإساءة إما أن يبادر لمرض في نفسه، شر، حسد، حقد، غل، تكبر، أو لجهل. والجاهل عندما يرى أن الإساءة تسيء وتظهر آثارها على الطرف المقابل يتعلم بأن ما قام به خطأ، فإذا كان هذا القائم بالعمل، القائم بالإساءة، سواء الإساءة المادية أو المعنوية، أي الحسية أو المعنوية، طيب عالم بما يقوم به من خطأ ومن خلل ومن زلل ومن اعتداء على أخيه المسلم أو حتى غير المسلم، نحن في الإسلام لا نعتدي على أحد. طيب يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن رحمة للبشر أجمعين، المسلم والكافر، فكيف أنت تسيء لمن لا يسيء لك، تعتدي على من لا يعتدي عليك، تتلفظ على من لا يتلفظ عليك، تتهم من لا يتهمك أساسا وبلا بينة، فقط يعني اتهام من أجل يعني التشفي والظلم والطغيان على الطرف المقابل استضعافا له. الضعيف لدينا في الإسلام، الضعيف ظاهريا هو الأقوى عمليا، ليس الشديد بالسرعة، يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أضف إلى ذلك أن هذا المظلوم منصور وحقه ظاهر في الدنيا والآخرة، والعقوبة على ظلمه
قد تقدم في الدنيا مع ما يدخر من عقاب للظالم المعتدي الباغي الطاغي من عذاب في يوم القيامة. السلام عليكم. مرحبا، اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيه إذا كنت ترغب في الحصول على كل جديد من قناة فيصل تيوب.